الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره وسار على منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم ما يشتغل به المؤمن ليصل إلى مرضات الله عز وجل وليبلغ سعادة الدنيا والآخرة وليدرك الفوز العظيم المبين الكبير هو تحقيق الغاية من الوجود، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا أعظم ما اشتغل به الإنسان، ذاك أن الاشتغال بتحقيق العبودية للواحد الديان للرحمن الرحيم جل في علاه، به يبلغ العبد سعادة الدنيا وفوز الآخرة، وبه يحقق ما من أجله خلق. فالله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، فكان الفلاح والنجاح والفوز والنجاة والخير العظيم في تحقيق هذه الغاية التي خلق الله تعالى من أجلها الموت والحياة، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالغاية من الخلق هي الاختبار بما يجريه الله تعالى من الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، فيمتحن الله تعالى العباد بألوان من البلاء. هذا الامتحان الذي ينقسم الناس فيه إلى قسمين: إلى فائز رابح ناجح، وإلى خاسر خائب خاسر. لذلك من الجدير بالمؤمن أن يعتني غاية الاعتناء بهذه الغاية التي غفل عنها أكثر الخلق، كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي لن يحققوا هذه الغاية من الوجود، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وكما قال سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا ينتفعون بها فلا يحققون الغاية من الوجود وهو عبادة الله وحده لا شريك له. إخواني، إن هذه الغاية ليست فقط هي لأجل أن يؤدي الإنسان حق الله عز وجل، بل لا يسعد البشر ولا يفوزون ولا ينالون خيرا في معاش ولا في معاد، لا في أولى ولا في آخرة، إلا بهذه الحقيقة التي إذا أخذوا بها وأقاموها كانوا فائزين رابحين سابقين. لذلك جدير بنا أيها الإخوة أن نعتني غاية العناية بإدراك هذا المقصود من الخلق، فإن الله إنما خلقنا لعبادته، كل ما سوى ذلك ينبغي أن يكون تابعا. فلم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا لنأكل ولا لنشرب ولا لننكح ونتزوج
ولا لنتمتع، بل خلقنا لعبادته، وكل هذه الأعمال يمكن أن تكون عبادة لله عز وجل. فالأكل إذا احتسبه الإنسان عند ربه وقام بحق الله عز وجل فيه كان طاعة، فالله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، كما أنه في نكاحه وفي جماعه واستمتاعه قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فهذا يبين بوضوح وجلاء أن كل تصرفات الإنسان متى ما سخرها لتحقيق الغاية من الوجود، وهي عبادة الرحمن، وهي القيام بحق الملك الديان، وهي العبودية لرب الأرض والسماء، كان فائزا رابحا، يجمع الله له سعادتين: سعادة الدنيا وفوز الآخرة. يجمع الله له الحياة الطيبة في الدنيا والفوز الكبير والفوز المبين والفوز العظيم في الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا الجزاء المعجل، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا الجزاء المؤجل، وهو الذي يكون يوم لقاء الله عز وجل. فيكون الناس في ذلك اليوم على قسمين، على فريقين، كما قص ربنا في محكم كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. إن هذه العبودية التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق، وهي الوظيفة التي جعلها الله تعالى واجبة على كل بشر وعلى كل أحد من الإنس والجن، جميعها لا يمكن أن تدرك إلا بالعلم. ولذلك كان أول ما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعلم، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد من العلم، إذ العبادة على غير علم عمى وضلالة وضرب في أنواع من الانحراف. فالله عز وجل لم يترك العبادة على نحو ما يشتهي الناس ويحبون، ولا على وفق ما يختارون، بل بيّن لهم ذلك ببيان جلي واضح وطريق لا التباس فيه والاشتباه. إنه طريق من سد الله الطرق كلها الموصلة إليه إلا طريقه، وهو طريق سيد الورى وإمام الأتقياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على نبيك محمد. هذا الطريق هو الطريق الذي يوصل إلى البر، هو الطريق الذي يوصل إلى النجاة، هو الطريق الذي يحصل به للإنسان السعادات في المعاش والمعاد. فإنه لا سعادة للناس إلا بإقامة العبودية على الطريق الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك استزادة الإنسان ومعرفته بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه من العمل هو الطريق الذي يحقق العبودية لله عز وجل. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمؤمن ينبغي له أن يكون حفيا معتنيا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يمشي في عمى ولن يصل إلى هدى ولن يدرك فلاحا ولا نجاحا، بل يتعب نفسه فيما لا يوصله إلى الغاية تماما. كذاك الذي يريد أن يصل إلى بلد لكنه مشى في غير طريقها، هل يصل إليها أو لا؟ لا يمكن أن يصل إليها. لماذا؟ لأنه لم يتخذ دليلا يوصله إلى طريقه أو إلى غايته أو إلى هدفه. كذلك الذي يريد السعادة في الدنيا والآخرة، الذي يريد الجنة، لن يبلغها بعمل من قبل رأيه ورأسه وما يشتهي ويحبه، بل لا يصلها إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك منهجه ولزوم سنته
والاعتداد بما جاء به صلى الله عليه وسلم فإنه الطريق الذي لا يوصل إلى الجنة سواه، جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، أي أطلب أن يفتح الباب. فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول الخازن، وانتبه إلى هذه الجملة، فيقول الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. بك أمرت، أي أن الله أمرني أن أفتح لمحمد وأن لا أفتح لأحد قبله. يقول ابن القيم: فدل هذا على أن كل الطرق التي يسلكها الناس للوصول إلى الجنة غير طريقه صلى الله عليه وسلم لا توصل إلى خير ولا توصل إلى فلاح ولا إلى نجاح. ولهذا نحن في صلاتنا في كل ركعة نقول أو نؤمن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتعرفون من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين علموا ولم يعملوا، هؤلاء هم المغضوب عليهم. علموا، عرفوا الحق لكنهم لم يعملوا به. ولا الضالين، أتعلمون من هم الضالون؟ هم الذين عملوا بلا علم ولا هدى ولا بصيرة، عملوا بما اخترعته عقولهم وبما أحبته نفوسهم، لكن ليس لهم إمام يقتدون به ولا سنة يقتفونها ولا طريق يتبعونه، ولذلك كانوا على عمى وعلى ضلال. فلذلك أمرنا الله أن نستعيذ بالله من سبيلهم لأنهم لا طريق لهم. وليس أحد من الناس يرجع إليه ويقتدى بما جاء به إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس أحد من الناس يقتدى به ويتبع هديه إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أمركم الله باتباعه ولزوم سنته. وإن من أعظم الطرق التي يدرك الإنسان بها معرفة ما كان عليه أن يكثر سماع وقراءة هديه وقراءة سيرته وقراءة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث القولية والعملية، فإن ذلك يبصر الإنسان بما كان عليه سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك احتفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجمع أخباره ورصد أحواله حتى استوعب وصفهم لحاله كل شؤونه صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج عن الوصف والبيان شيء من أحواله صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا، بل يقظا ونائما، بل سفرا وحضرا في عامه وخاصته. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العظماء منذ أن خلق الله الأرض إلى يومنا هذا لم ترصد أحوالهم ولم تقيد دقائق وتفاصيل شؤونهم كما هو في حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أنه المبين، أنه المترجم للقرآن، أنه الموضح للطريق الذي يوصل إلى الملك الديان جل في علاه. فكان هذا الاعتناء وهذه الحفاوة بسنته لأنها الموصلة إلى الجنة، ولا يمكن لأحد أن ينال ذلك إلا بمعرفة هديه وما كان عليه، بقراءة السنة الثابتة الصحيحة التي تبين أقواله وأحواله وأعماله في خاصة شأنه وفي عامة حاله، في بيته وفي مسجده وبين أصحابه ومع أعدائه، وفي سلمه وفي حربه وفي حزنه وفي سروره وفي صحته وفي مرضه وفي غناه وفي فقره وفي كل أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يا إخواني أحث نفسي وإياكم على الاجتهاد في معرفة ومطالعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنته العاصم من كل ضلال
الوقاية من كل شر وفساد. وقد رتب الله تعالى على طلب سنته وتعلم هديه الأجر العظيم والفضل الكبير. ففي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا إيش؟ يفقهه في الدين، أي يرزقه العلم والفهم بالدين، وإنما الفقه بالدين بفهم الكتاب وبفهم السنة التي هي بيان القرآن وإيضاحه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي يطلب فيه علما عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في قوله وعمله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنهاية معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم، نهاية العلم بأحواله وأقواله، أن يصل العبد إلى الجنة. أسأل الله أن يوصلنا إلى جنته، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه، وأن يعيننا على معرفة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، وأن يلزمنا سنته، فإن سنته طريق النجاة. هذا تنبيه مهم لتنشط النفوس وتتحفز القلوب لمعرفة السنة والعمل بها، ولإدراك ما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم، فإن عمله به تحصل النجاة، وهديه به يكمل للعبد تحقيق الغاية من الوجود. لا يمكن أن يحقق أحد العبودية لله عز وجل إلا بمعرفة السنة، فالسنة هي البيان للقرآن، هي الإيضاح للدين، هو التفصيل للشريعة التي بها يدرك الإنسان تحقيق العبودية للملك الديان سبحانه وبحمده. نسمع إلى ما جاء من أحاديث في كتاب الطهارة في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونعلق بما يتيسر على هذه الأحاديث في هذه المجالس في هذه الليلة إلى الليالي القادمة، إلى دور هذه الليلة من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. في كل ليلة نعلق على ما يسر الله تعالى من أحاديث باب الطهارة، ونستقبل الأسئلة بعد ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستعملني وإياكم في طاعته، أن يفتح لنا فتوح العارفين، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا من حزبه وأوليائه، أن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد، أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن يعيذنا من نزغات الشياطين، وأن يقر عيوننا بصلاح أنفسنا وأهلينا وبلادنا وولاة أمرنا والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين.
وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل لما يرضيه سبحانه وتعالى. آمين. اللهم صل على محمد. هذه المقدمة التي قدم بها الحافظ بن حجر رحمه الله هذا الكتاب الماتع بلوغ المرام تضمنت الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، فهو أجل من ذكر وأعظم من حمد، لا يحصي العباد ثناء عليه سبحانه وبحمده، وحمده يوجب عطاءه ويوجب رضاه، فإن حمد الله عز وجل إقرار بكماله وإقرار بتوحيده وإقرار بجلاله وإقرار بنعمه سبحانه وبحمده وإقرار بذل العبد وافتقاره إلى ربه جل في علاه. لذلك كان الحمد موجبا للرضا. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة مهما كانت قليلة، لو كانت حبة قمح أو حبة رز أو حبة شعير أو حبة طعام من أي نوع من الطعام، إذا أكله فقال: الحمد لله أوجب ذلك رضا الله عنك. ما أسهل حصول رضا الله لمن رغب وصدق في طلبه. ويرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها، شربة الماء. وكم في اليوم من شربة نشربها ونغفل أن نقول بعدها الحمد لله. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فكيف إذا حمد الله بلا نعمة؟ كان ذلك موجبا لعطاء الله. إذا كان حمدك على النعم يوجب الرضا، فكيف إذا حمدته لكماله سبحانه وبحمده، حمدته لجلاله، حمدته لعظمته؟ وما قدر الله حق قدر، لا شك أن الأجر والثواب أعظم، لأن الحمد له سببان: كمال المحمود سبحانه وبحمده وإنعامه جل في علاه، هذه أسباب الحمد. كمال المحمود في ذاته، ولو لم يحسن إليك فإنك تحمده لكماله في أسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه، كما أنك تحمده أيضا لجزيل نعمه، فنعم الله عليك كثيرة لا تحيط بها، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعد ذلك ذكر في مقدمته رحمه الله ما أراده وعمد إليه بهذا المختصر. علماء الإسلام جزاهم الله خيرا وأعظم لهم الأجر وبوأهم أعلى مراتب الجنان، بذلوا أعمارهم وأفنوا لياليهم وأيامهم في تقريب العلم وتسهيله وفي بذله بين الخلق والنفع، فلهم جزيل الشكر على ما قاموا به من التبصير، ولهم صادق الدعوات أن يبلغهم الله تعالى الجنان ودار السلام على ما بذلوه في تعليم الناس ونشر الخير وتقريب العلم. جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في تقريبها، فألفوا الكتب والمدونات التي حوت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على طرائق مختلفة، فمنها ما كان مقسما على الرواة كالمسانيد، ومنها ما هو مقسم على أبواب الفقه، ومنها ما هو مقسم على أبواب العلم، في طرائق شتى. كان من أفضل ذلك وأكمله نظما وصحة وثبوتا صحيح الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه، ثم صحيح الإمام مسلم، ثم بقية الكتب الستة، وهي كتاب النسائي والترمذي، سنن النسائي وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة، وكذلك مسند الإمام أحمد وموطأ مالك، وهكذا بقية دواوين السنة التي جمعت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما كان الوصول إلى هذه الكتب فيما يتعلق بباب الأحكام قد يعسر على بعض الناس وتتقاصر دونه الهمم،
عمل جماعة من العلماء على تقريب أحاديث الأحكام بجملة من المؤلفات اختصت فقط بنقل الأحاديث المتصلة بالأحكام الشرعية، فكان منها كتاب عمدة الأحكام للمقدسي، وكان منها أيضا كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر وهو الذي قرأنا مقدمته، وقد أسماه رحمه الله بهذا الاسم بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أي بلوغ المقصود والوصول إلى المطلوب فيما يتعلق بأدلة الأحكام. حرر واجتهد في العمل على إتقانه على نحو ظهر به هذا الكتاب، وكتب الله له القبول في الناس، وانتشر صيته بين أهل العلم، واشتغل العلماء بشرحه وبيان معانيه، وحفظه الحفاظ وعمل به الناس إلى يومنا هذا. لكن يموت الإنسان ويبقى أثره في الناس، إن كان صالحا فذاك من الخير الجاري له بعد موته، وإن كان غير ذلك فيجري عليه ما كان من سوء وشر. وهذا الكتاب من الكتب النافعة، وقد ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب مقدمة هذا الكتاب بهذه الدعوات المباركات، وهو تنبيه إلى ضرورة العناية بأن يكون العلم نافعا مقربا إلى الله. يقول والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، نعوذ بالله أن يكون علمنا وبالا علينا. كيف يكون العلم وبالا على صاحبه؟ يكون العلم وبالا على صاحبه في أحوال، الحالة الأولى أن لا يعمل به فإنه وبال عليه لأنه حجة عليه، فالقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا علمت هداياته وتركت دلالاته فلم تعمل بها، أيضا وهو حجة لك إذا عملت به. وهذا الصنف هم المغضوب عليهم الذين أمرنا بالاستعاذة بالله عز وجل منهم في قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا. أما الحالة الثانية التي يكون العلم فيها وبالا على الإنسان، فهو أن يستعمل العلم لمصالح الدنيا وشهواتها ومنافعها ولا يريد به وجه الله عز وجل، فإنه من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا يصيبها لم يرح رائحة الجنة. وهذا يبين عظيم خطورة أن يطلب الإنسان العلوم الشرعية لأجل أن يتأكل بها أو أن يستفيد منها منافع تتعلق بالدنيا منقطعة في نظره وطلبه إلى ما عند الله عز وجل. الحالة الثالثة التي يكون فيها العلم وبالا على الإنسان أن يستعمله في نصرة الباطل وتزيين الضلال، فإن ذلك وبال على صاحبه، لأن العلم يهدي إلى البر ويقي الشر، فإذا استعمل الإنسان العلم لإضلال العباد والصد عن سبيل الله كان علمه وبالا عليه. فاحذر أن تكون واحدا من هؤلاء، من الذين علموا ولم يعملوا، أو من الذين اشتغلوا بالعلم لأجل الدنيا لا هم لهم إلا في مصالحها ومكاسبها، أو الذين استعملوا العلم للصد عن سبيل الله، نعوذ بالله من الخذلان. ثم قالوا أن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم، أسأل الله العظيم أن يرزقنا العمل بما يرضيه في طلب العلم وتعليمه والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه، فإن ذلك به الربح والنجاة. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بقدر ما معك من هذه الصفات الأربع، بقدر ما يكون لك من الربح، وبقدر فوات هذه الصفات بقدر ما ينالك من الخسر، لأن الله قضى بالخسر على كل إنسان إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. قال تعالى والعصر إن الإنسان
لفي خسر، أي كل إنسان في خسر. فلا تقول أنا مالي داخل في الآية، الآية شاملة لكل البشر، لا يخرج منها أحد من الإنس، كل إنسان في خسر إلا الذين ذكر الله عز وجل وهم الأربعة، وهم من اتصفوا بهذه الصفات الأربعة، اجتمعت فيهم هذه الصفات الأربعة، إلا الذين آمنوا وهذا صلح القلب، لأن الإيمان به تصلح القلوب، وعملوا الصالحات وهذا استقامة الجوارح واللسان. ثم بعد ذلك ذكر عملين يتحقق بهما العملان الأولان، وهما التواصي بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك، ثم قال وتواصوا بالصبر، وهذا الصفة الرابعة التي بها يدرك الإنسان الفلاح وينجو بها من الخسارة. ثم بعد هذا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أحاديث كتاب الطهارة، والعلماء يبتدئون بكتاب الطهارة قبل غيره من أبواب العلم. السبب في ذلك أن الطهارة مفتاح الصلاة، فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلذلك كان البحث في الطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام وهي ركنه الأول من حيث الأركان العملية، فمن أقامها وحفظها كان لما سواها أحفظ، ومن أخل بها أو أضاعها فكان إخلاله وإضاعته لما سواها أقرب. لذلك بدأ العلماء بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والأحكام يبتدأ فيها بذكر ما يتصل بأركان الإسلام أولا، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، فكان أول ما تكلم عنه العلماء الطهارة وما يتعلق بها لأجل أنها مفتاح الصلاة.